أعلنت وزارة الصحة الأحد الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، وسجلت مختبرات الصحة 3791 إصابة جديدة بالفيروس كورونا، في حين تماثل 5039 مصابا للشفاء، وتوفي 32 آخرين في عموم العراق. وأضافت الوزارة أن محافظة صلاح الدين سجلت 149 حالة شفاء قابلتها 82 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية.